مجموعه هيرفيرست اخيرا نزلت مصر، سواء فيتامينات او شامبوهات او الاكزير المحفز لنمو الشعر. وطبعا دي تعتبر من اهم المجاميع العنايه بالشعر بسعر اقتصادي نسبيا. ففي الحلقه دي هقول لكم اهم الفيتامينات الخاصه بالرجال والسيدات من مجموعه هيرفيرست، وكمان هنتكلم عن الشامبو والبلسم والإلكزير المحفز للنمو، وهقول لكم الاسعار وهنشوف نتائج حقيقيه من ناس استخدمت المنتجات ديت، يعني دليل كامل زي ما احنا متعودين. فللي ما يعرفنيش انا دكتور ناديه، اعملوا لي سبسكرايب ويلا بينا نبدا. تساقط الشعر هنشوفها دلوقتي مع بعض. اهمها الهرمونات، وساعات بتكون وراثيه او عن طريق الضغط العصبي بيحصل ديستربنس في الهرمونات وده بيأثر على نمو الشعر. تاني حاجه لو عندك حساسيه من اي حاجه ممكن يؤدي لتقصف الشعر او للتساقط، وطبعا الاسترس او التوتر من اهم العوامل اللي ممكن تأثر على نمو الشعر بشكل كبير. وكمان شعرك ممكن يتأثر بالبيئة المحيطة بيه بحاجات كتير، سواء المنتجات اللي بتستخدميها او حتى المخدة اللي بتنامي عليها لو هي مش ستان او صحية بشكل كافي. وكمان سوء التغذية بيأثر كتير جدا على نمو شعرك، عشان كده هنتكلم دلوقتي على اهم الفيتامينات اللي انت محتاجاها عشان شعرك ينمو بصحة. وطبعا لو انت متعودة تعملي سشوار او بيبيليس او الحرارة عامة بتأثر جدا على تقصف الشعر وكمان على نموه. وهنا يجي دور شركة هيرفيرست اللي عامله لنا فيتامينات هايلة جدا لموضوع نمو الشعر. اهم مزايا الفيتامينات دي انها غنية بالزنك، وده طبعا ليه دور فعال جدا في نمو خلايا الشعر وبيحافظ على الغدد الدهنية حول البصيلة بشكل صحيح. كمان السيلينيوم والسيلينيوم مضاد الاكسدة معروف جدا عشان يحافظ على صحة الشعر ويمنع التساقط. والاهم على الاطلاق طبعا هو البيوتين، لانه مكون اساسي بيحافظ على الشعر الصحي. دلوقتي هنبدأ كلام عن أهم 3 فيتامينات لشركة هيرفيرست: التشوبل أو المضغ، الأقراص وده خاص بالسيدات، وأخيرا الأقراص الخاصة بالرجال. هنبدأ دلوقتي كلام عن الكبسولات الهيرفيرست الخاصة بالسيدات. وخليني أقولك لو أنت شعرك مجعد أو هيش أو حتى خفيف ومش حاسة إن هو شكله ناعم أو انسيابي حتى ولو ويفي أو كيرلي، ده معناه إن أنت عندك نقص في الفيتامينات والمعادن. خليني أقولك برضو إن كبسولة الهيرفيرست ديت بتستهدف تعويض أي نقص أو خلل في الشعراية عشان تديها التغذية الكافية، فبتحس بتغيير من أول أسبوعين استخدام زي ما هوريكوا في النتائج بتاعتها قدام. العبوة بتكفيكي لمدة شهر، بنستخدم فيها كبسولتين بعد الفطار كل يوم، وسعرها في مصر 850 جنيه. ولو انت عندك مشكلة في بلع الكبسولات، ودي بنشوفها كتير في الصيدليات، في نفس التركيبة برضو هيرفيرست عملتها ولكن في صورة جامز او اقراص للمضغ، بتكون بنكهة الفراولة والعنب الاسود وسكرها قليل، فنقدر يعني لو حتى بيعمل دايت يقدر يستخدمها عادي، لان جواها نفس التركيبة بالظبط بتاعت الكبسولات اللي احنا لسه قايلينها. وجرعتها بتكون 2 جاميز او 2 اقراص للمضغ يوميا بعد الفطار، وسعرها في مصر 740 جنيه. وتعالوا دلوقتي نستعرض سوا اهم التطورات اللي بتحصل في شعرك لما تبدأي استخدام الكبسولات بالايام زي ما هنشوف. هيرفيرست في منه للرجال وللسيدات، وهو مناسب لاي حد بيعاني من تساقط الشعر، المهم يكون معدي ال 12 سنه. بصينا لفتره تطور نمو الشعر خلال ال 90 يوم من استخدام المنتج، هنلاقيها مقسمه لاربع مراحل. اول مرحله خلال اول اسبوعين من الاستخدام تحس ان شعرك فيه رطوبه وانتعاش اكتر. تاني مرحله بتكون خلال اول شهر من الاستخدام، الشعر بينمو اسرع وبتستمر حاله تحسن الشعرايه. ثالث مرحلة بتكون خلال تاني شهر من الاستخدام، وفعلا الشعر فيها بينمو بأسرع من المعتاد والتساقط بيقف. ورابع مرحلة بتكون في آخر شهر من الاستخدام، بتكون الشعر حالته مستقرة وبينمو بالمعدل الطبيعي. ودي صور ناس استخدمت الهيرفيرست لمدة 90 يوم متواصل قبل وبعد. جدير بالذكر ان منتجات هيرفيرست مكوناتها طبيعية بنسبة 95%، وكمان هي فيجن ومناسبة لأثناء الحمل وخالية من السيلكون والبارابن، وطبعا هي مستوردة صناعة يوكي. ودلوقتي خلينا نشوف الروتين بتاع العناية باستخدام منتجات هيرفيرست. اول حاجة الشامبو، وبعديه الكونديشنر، وبعد ما بننشف شعرنا كويس بنستخدم الإلكزير الخاص بالفوليوم وده بيمنع التساقط، وبعدين بنعمل ستايلنج لشعرنا سواء بالهيت او بغيره. تعالوا نشوف بقى اهم المواد الفعالة اللي جوه المنتجات دي. اما بقى عن الشامبو والبلسم والإلكزير، فخلينا نتكلم ان هما جواهم مواد فعالة بتعمل كذا حاجة للشعر. اول حاجة بترطب الشعراية، تاني حاجة بتمنع التقصف والتقصر، كمان هي امنة للاستخدام اليومي وبتزيد من لمعان الشعراية.
اهم المواد الفعاله اللي جوه الشامبو والبلسم، اول حاجه جواها اسمها هيدرولايزد ويت بروتين او بروتينات في شكل جزيئات صغيره عشان تعرف تدخل جوه الشعرايه وتديها الغذاء والترطيب المطلوب. كمان جواها 9 انواع من احماض امينيه مختلفه، ودي طبعا عشان تقوي الشعرايه وزي ما اتفقنا تديها برضو الغذاء المطلوب. وكمان جواها B5 او البانثينول، والبانثينول زي ما احنا عارفين ان هو مرطب جيد جدا للشعر وبيعمل على حبس الرطوبه، فبالتالي شعرك يفضل دايما طري بعد استخدام الشامبو والبلسم. فخلينا دلوقتي نسأل سؤال مهم جدا والناس كلها بتسأله لما بتيجي تشتري اي شامبو، هل هو سلفيت فري؟ الإجابة لا، هو جواه سلفيت، ولكن الصورة بتاعة السلفيت اللي جوه الشامبو والبلسم هي الأمونيوم لورايل سلفيت مش الصوديوم لورايل سلفيت. طب دي هتفرق في ايه؟ هتفرق لان الأمونيوم اخف شوية من الصوديوم على الشعر، فما بيعملش على التقصف او التكسر او المشاكل كلها اللي بتحصل من المادة دي. ولكن برضو خلينا نقول ان اي حد عامل شعره تريتمنت سواء بقى كيراتين بروتين او عامله اي فرد باي نوع زي بوتوكس مثلا، طبعا الشامبو دوت او البلسم دوت مش هيكون مناسب ليه تماما. خلينا دلوقتي مع بعض نستعرض الاسعار بتاعة المجموعة كلها في مصر. وعن اسعار الهيربرست في مصر، الشامبو 350 ملي ب 290 جنيه وال 60 ملي ب 100 جنيه مصري. اما عن البلسم، ال 350 ملي ب 290 جنيه والبلسم الصغيره ال 60 ملي برده ب 100 جنيه. وفي برومو باك نازله جواها الشامبو والبلسم، الاثنين 350 ملي عامله 510. اما الالكزير فوليوم فهو ب 550 جنيه ال 125 ملي وال 40 ملي عامل 200. فوائد الهيربرست الالكزير ما ينفعش نغفل عنها خالص لانها حلوه جدا. اول حاجه لانها بتزود الفوليوم بتاع الشعرايه، تاني حاجه لان كل مكوناتها طبيعيه وبتدي لمعان، والاهم من ده كله انها هيت بروتكتنج او بتحمي من الحراره. وبعد الاستخدام فعلا بتحسي ان انت شعرك اختلف لان حجمه زاد بشكل ملحوظ. اول حاجه احنا بنرشه على الشعر وهو مبلول من الجذور للاطراف، وبعدين بنبدا ستايلنج. وطبعا ينفع تستخدميه برضو على الشعر وهو جاف وتعملي بيه الستايلنج اليومي بتاعك، ولكن هو بيحمي من الحراره زي ما احنا قايلين، فبنستخدمه من الجذور للاطراف. وغير كده كمان هو بيزود دورة نمو الشعر فبيدي شكل جميل جدا بعد الاستخدام. وطبعا انا بدأت بالسيدات عشان ladies first، ولكن مش هنسى الرجال في الحلقة ديت. فدلوقتي خلينا نستعرض فيتامينات الخاصة بالرجال لتحفيز نمو الشعر، وخليني اقول لكم الفرق ما بينها ايه هي والسيدات، ويا ترى لو السيدات استخدمتها هل ممكن الشعر يطلع اكتر ولا الوضع هيكون ايه؟ هرد على كل الاسئله ديت في الفقره الجايه. هيربرست عملت فيتامينات مخصصه لعلاج تساقط الشعر عند الرجال، بتتكون من 31 نوع من الفيتامينات والمعادن عشان تحافظ على دوره الشعرايه، وكمان بتخلي نموها اسهل وبتمنع اي اعراض للتساقط او اي اسباب للتساقط زي ما هنشوف بالظبط الفيتامينات شغاله ازاي دلوقتي، وكمان بتحسن شكل الشعرايه وكثافتها. جواها 60 كبسوله وبتتاخد جرعتها 2 في اليوم. من اهم مكونات الفيتامين طبعا البيوتين زي بقيه هير بيرست، لانه مكون اساسي في الحفاظ على صحه الشعر. والجديد اللي في الكبسولات الخاصه بالرجال هو قشور بذر الكتان او فلاكس سيد، ودوت غنيه باحماض الاوميجا 3 الدهنيه اللي بتخلي الشعر رطب وكمان بتقويه وبتحفز نمو الشعر، وليها دور تاني هنقوله دلوقتي على طول. كمان جواها الزنك لانه بيلعب دور اساسي جدا في نمو الخلايا، وبرده الكابر عشان يحافظ على لون الشعرايه فتمنع موضوع الشيب المبكر. ولو اتكلمنا على فوائد الفلاكسيد او قشور بذر الكتان، هي هنا مضادة للالتهاب، وطبعا غنية باحماض الاوميجا 3 الدهنية عشان تحافظ على الرطوبة، ولكن دورها الاكبر انها دي اتش تي بلوكر. وزي ما احنا عارفين او اتكلمنا قبل كده ان الدي اتش تي محتاجين احنا اللي هو دايهيدروتستوستيرون دوت هرمون احنا محتاجين نوقفه لانه هو بيؤدي الى تساقط الشعر، وهنا بيلعب بالدور دوت بذرة الكتان. وزي ما احنا شايفين النتائج بتظهر سريعا جدا في موضوع طلوع الشعر، ولكن زي ما هنقول دلوقتي ان هو مش هينفع للصلع الوراثي، لان في الصلع الوراثي بصيلة الشعرايه ذات نفسها بتكون مش موجوده او ميته، والفيتامين بيحتاج حاجه حيه عشان يعرف يشتغل عليها ويعيد انبات الشعر فيها مره تانية. ولو اتكلمنا عن سعره فهو 850 جنيه وبتكفي العبوه شهر واحد من الاستخدام. وقبل ما اسال سؤال مهم جدا عن الفرق ما بين فيتامينات الرجال والسيدات، عايزاكم تعملوا لي سبسكرايب دلوقتي وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس رايكم ايه في الحلقه. اما بقى عن اجابه السؤال، هل يا ترى الفيتامينات بتاعت الرجال مختلفه عن السيدات؟ هي مختلفه زي ما احنا شفنا في الرجال دلوقتي في الدي اتش تي بلوكر او خلاصه بذر الكتان عشان تعرف تحفز نمو الشعر اكتر وكمان تمنع التساقط، وزي ما احنا برده شفنا ان جواه احماض امينيه اكتر، ولكن السيدات فيها فعلا احماض امينيه اقل
بس غنيه بالكولاجين والهيالورونيك اسيد، لان الستات بتحب تحس ان شعرها كثيف وشكله حلو. فهل بقى هيكون في مشكله لو احنا استخدمنا الفيتامين بتاع الرجال؟ يعني مثلا لو احنا في البيت بما اننا شايفين الاسعار، لو جبنا عبوه فيتامين واحده ينفع نستخدمها سوا؟ اه ينفع عادي، السيدات ينفع تستخدم عادي العبوات الخاصه بالرجال ومش هيحصل منها اي اعراض جانبيه. فلو انتوا بقى مهتمين بقصه التساقط والشعر والمينوكسيديل، هحط لكم دلوقتي لينك الحلقه ازاي تستخدمي حاجه بديل للمينوكسيديل بدون اعراضه الجانبيه. وكمان هحط لكم البلاي ليست الخاصه بمجموعه لوريال سيريز، فيها كل شرح المجموعه لو انتوا عايزين تجربوا منها اي حاجه، واشوفكم في الحلقه الجايه.